sont comptés les sites. إن الجزائر على موعد يوم 12 جوان المقبل مع انتخابات تشريعية ستجرى في ظل استحداث ضمانات ديمقراطية أبرزها إبعاد المال عن عملية الانتخابات وتعزيز حضور المرأة والشباب الجامعي. ومما لا شك فيه أن وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية خاصة بشكل خاص تدرك حجم مسؤوليتها في المساهمة باحترافية في نجاح أو إنجاح هذا الموعد الهام، لا سيما من حيث التحسيس بضرورة المشاركة فيه والتعريف بتلك الضمانات. وهنا أريد التأكيد على قاعدة معمول بها في القطاع، وهي الربط بين الحرية في الممارسة والمسؤولية، وذلك للوصول إلى ممارسة هادئة لحرية الصحافة.